بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكم العطائية للإمام الشيخ تاج الدين أحمد بن عطائلة السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه: العارفون إذا بسطوا أقوف منهم إذا قبضوا، ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليل. وإذا اللي بعدها كمان أشوف. البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ لنفس فيه. نعم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار، يقلب على قلب العارف الليل والنهار. الليل هو القبض والنهار هو البسط، فأحيانا يبسطه وأحيانا يقبضه سبحانه وتعالى. فإذا بسط العارف بالله خاف أشد الخوف من حاله وهو مقبول. لماذا؟ لأن مراعاة الأدب في البسط أصعب من مراعاة الأدب في القبض، لأن البسط للنفس حظ. فطالما النفس ليها حظ ممكن البني آدم يقع في سوء الأدب، وهم يستشعر بأن نفسه لها يعني يزكي نفسه وأنه بقى ليه منزلة، ويبتدي يتكبر على بعض خلق الله بسبب ما بسطه الله له، وأنه أعرف من غيري وأعلم من غيري وأقرب من ربه من غيري، وهو وأنا وأنا وأنا، وتبتدي الأنا تظهر حال البسط. لكن حال القبض تقييمه كان مش كده، فمراعاة الأدب في القبض أسهل، لأن الإنسان المقبوض ضعيف ذليل، فهو أقرب للعبودية منه في حال البسط. فالبسط يورث الاستغناء والإنسان يستغني فيتكبر، والقبض يورث الافتقار، والافتقار معنى من معاني العبودية، فيذل لله فيعزه. وبالتالي كان العارفون بالخلاف بقى الغير العارف بالله، العارف بالله عايز يبقى مبسوط، الغير عارف بالله عايز يبقى مبسوط على طول، مش عايز يبقى مقبوض ابدا، لان ده مش عارف بربه، لان ما يعرفش ان البسط ده فيه السم في الدنيا، لان ممكن اذا بسطه على طول يقوم يقع في ايه؟ في ايذاء الخلق والتكبر على الخلق وعدم القيام بحق الشكر. لكن هو ربنا من رحمته يقبضك ويبسطك، يقبضك ويبسطك علشان ايه؟ عشان تعرفه في كل شيء فلا تجهله في شيء. فدي من رحمة ربنا ان هو يقلب الليل والنهار، زي ما بيقلب الليل والنهار في الخارج يقلبه في قلبك ايضا في داخلك. ليل القبض وبسط النهار. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا. فمن راعى الادب في البسط قليل من كثير من الاولياء حرموا وسلبوا الولايه حال بسطه، ولا يوجد ولي سلب الولاية حال قبضه أبدا. شوف قد إيه بقى، لأن حال البسط بيبقى الإنسان قريب من النفور وقريب من عدم القيام بالشكر المناسب للحالة، وقريب من الاستغناء. وربنا يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى يطغى على طول. فعشان كده العارف إذا خير بين القبض والبسط يقول: القبض يا رب خليها تعدي بقى، احنا ناقصين امتحانات. يوم أول ما يلاقي الدنيا مقبلة عليه يقول: خير، اللهم اجعله خير، ربنا ينجينا. ما ياخدهاش كده بالحضن، لا، يتألم، يبقى خايف عشان ما يقومش بحق كويس. عشان كده تلاقي المصريين يتعلموا الكلام ده على فكرة من الأولية، لأنهم عاشوا الأولية سنين. فالمصريين أول ما يلاقوا حاجة تسعدهم أوي يقول لك إيه: خير، اللهم اجعله خير، يعني خايف لحسن ما همش محققه. مش كده برضو؟ في حين ان الناس الوادي يقول لك: انتوا المصريين نكديه، ما يحبوش الخير. اول ما يلاقي كده يقول: خير، اللهم اجعله خير. اول ما يضحك شويه يقول: انا خايف، بعد الضحك ده يجي نكد. مش كده برضو؟ طب لان اتعلم الاوليه المعاني دي، اتعلموها، لان هم تربيه اوليه. مصر هي اصلا كل اللي رباها مين؟ اوليه على مر العصور، هم اللي علموهم المعاني البسيطه دي كلها بدون ما يشعروا، فصارت امثال عندهم، امثال. فالواحد ياخد باله من الناس بهذا، اذا جاءه الخير والاحسان لابد ان هو يحسن كما احسن الله اليه، فان لم يحسن كما احسن الله اليه زاد الاحسان عنه. مش كده برضه؟
الهم، الهم ده مرض، مرض مكتسب من قلة الإيمان. لكن القبض ده وارد إلهي قاهر، مالكش اختيار فيه. يبقى الهم ده بسبب قلة الإيمان وعدم حسن الظن بالله، فيبقى مهموم على المستقبل، خايف لحسن في المستقبل، يعني حزين على ما لم يقع قبل أن يقع. هذه الهم. يبقى هو في العافية يقول بس خايف يجيلي مرض يقعدني، هو لا قعيد ولا مريض، يبقى مهموم. احنا نسميه نقول عليه ايه ده، الراجل ده يعني عنده ايه، عنده قلق زائد على المستقبل، خايف بكرة. يبقى عنده رصيد 1,000,000 جنيه في البنك وخايف من الفقر، يقول لك ممكن اي قرار حكومي كده والبنك المركزي ما يغطيش العملة والبورصة تحصل فيها ايه، انا نفسي بتعرض معيش حاجة، هل نعمل ايه ساعتها؟ وهو عنده 1,000,000 جنيه، ما تحمد ربنا بتقدر البلاء والجرور او الهم. فالهم مرض بسبب نقص الايمان، عرض لمرض. المرض هو نقص الايمان. وايه هو نقص الايمان؟ عدم حسن الظن لله. كويس. لكن القبض ده حاجة كده لا ارادية، تبقى انت قاعد مفيش اي حاجة، قلبك مهبوط منقبض، حاسس انك انت ضعيف، مع ان انت مش ضعيف، لسه في ايدك السلطة وفي ايدك المال، حاسس انك مفتقر لربك وانت حواليك الخدم والحشم، حاسس انك انت يعني لا حول لك ولا قوة، بالرغم انك انت لو شاورت بس قلب يجاوبوك، لكن ده حاجة كده قهري، قهري تيجي في القلب كده قهرية. قبض يسمون الناس دلوقتي يسموها اكتئاب، يقول لك الراجل ده عنده اكتئاب، قلبه مقبوض لوحده بلا سبب، يروح للدكتور يا دكتور انا قلبي مقبوض كده من غير سبب، كل حاجه عندي كويسه لكن مش حاجه بتسعدني، يقوم يبتدي يسعى للمرض. مش ايه يعتبرها انها من الله منحه، لا ده بيعتبرها مرض، عايز ايه يهرب منها. يقوم لو ما كانش متدين يعمل ايه؟ يروح للخماره يشرب خمر عشان يتفتش، أو يشرب حشيش علشان يعيش في هالوضع. في ناس تعمل كده، هو أصلا يجيله القبض يوم يعالجه بطريقة غير شرعية، مش يذكر بقى لحد ما ربنا يرفعه، لا لا يروح بقى يفتش، عايز يفتش، يوم ياخد بقى إيه، يشرب خمرة، يشرب حشيش، ماريجوانا، مش عارف البتاع اللي طالع جديد ده بيسموه إيه ده، اللي بيجيبوه من السودان ده، بامبو، حاجات كده، حاجات غريبة. كل ده ايه؟ عايز يهرب من القبض اللي جواه اللي جاله قهري، فعايز يهرب منه بطريقة غير شرعية، في حين انه ما يعرف انه من الله وارد الهي، يوم يحمد ربه عليه ويقعد يذكر ربه كثيرا ويكثر من اللجوء الى الله، واخد بالك، ويقول يا رب، ويكثر من الصلاة على النبي، ويكثر من على من ادخال السرور على نفوس المسلمين، لانه لو ادخل السرور على نفوس المسلمين ربنا يدخل السرور على قلبك، فلما تلاقي قلبك حزين ادخل السرور على قلب الايه؟ المسلمين. عشان كده كان اجدادنا كانت مشهوره الحكايه دي، كانت تلاقيه ماشي باستمرار حاطط في جيبه ملبس، ملبس كده، كل ما يلاقي اطفال ماشيين يروح مديهم، يقوم الاطفال تفرح قوي، تجري عليه تجري عليه، يقوم يدخل السرور في قلبهم، يقوم هو يزعل، يبص يلاقوا القبض اللي كان في قلبه راح، بعلاج بسيط لطيف يدخل السرور على جاره، يقول لمراته مثلا الأكلة الحلوة دي خدي منها طبق كده دي لجيراننا، فاليوم ياكل، يوم ما يدخل السرور على قلب الجيران تلاقي هو ايه ارتاح انبسط، واخد بالك، لأن المرء مرآته أخيه، ثم يدخل السرور في قلب أخيه، تبص تلاقي ايه وهو مرآتك تلاقي قلبك انفتح وانشرح. هذه طريقة علاج القبض الإسلامية المحترمة، مش انك انت ترجع للمخدرات وترجع للعب القمار وتروح للعيادات النفسية وتمرض نفسك وتدخل تاخد علاج كهرباء ومش عارف تاخد علاج ايه وشوية، او تروح للجماعة مش عاوزين تقول انا ركبني عفريت، يوم يفضل يضرب فيك لحد ما يبانك صح، ما ينفعش كده، فتسيبها للعيادة، سلم امرك لله. ايوه دي حاجة تانية. طبعا بالنسبة للحياة مثلا مزيق المعيشة وكثرة
لا القبض ده ملوش علاقة بضيق المعيشة وسعادتها، دي حاجة لا إرادية كده تلاقي واحد، إنما التاني القبض لو بسبب ضيق المعيشة بسبب فقره لأنه غير راضي يبقى ده نقص إيمان. أنا أقصد يعني ما هذا يعتبر هو يعني راضي بالله سبحانه، لكن هذا ضيق المعيشة والمشاكل مع الناس تصيبه بالهم والحزن. لا هو يعالجها ده بإيه؟ بالرضا بما رزقه الله، يعالجها بأدوية إيمانية تانية. لكن إحنا بنتكلم القبض اللي في كتب أهل التصوف اللي هو بلا سبب. لا أنا لا أتكلم عنه. لكن الثاني ده مقبوض علشان ولاده سقط السنة دي، سقط في الجامعة. أو علشان ابنه ضربته عربية فأصيب في حادث ومرمي في المستشفى فمقبول. دي قبض بسبب تصرفات الدنيا، فعلاجها الرضا بقضاء الله. علاجها الرضا بقضاء الله وأن ترضى بما قسمه الله ولك تكن أغنى الناس. دي مسائل ثانية ما تختلطش الحكاية. يعني هو يطرد الخواطر وهذه. لا لا القبض الثاني اللي بيتكلم عليه الشيخ في قلوب الأولياء ده لا إرادي. كل أمورك كما يجب. كل حاجة زي ما هي تمام جميلة مفيش أي مشاكل، لكن قلبك مغبوط بدون سبب كده ماشي مالكش نفس الحاجة. هو ده بقى القبض اللي بيجي على القلب زي ظلمة وليل كده جال عليه هجم عليه، إنما ما بيكون لي سبب من الخارج يبقى القبض المقصود هنا حاجة داخلية اندوجينس طالعة من جواك لأنها وارد إلهي اختبار، فأنت تخرجك مما أنت فيه من كل لذة مع إن اللذة في إيدك واضح؟ إنما الثاني هموم الدنيا دي شغلة تانية، دي شغلة تانية كلنا فيها، فلازم بقى نمارس الدنيا بمنظار النبي صلى الله عليه وسلم. ترضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، لا تنظر بما في أيدي الناس يحبك الناس، مش كده برضه؟ تزهد في الدنيا يحبك الله، ترضى بقضاء الله وقدره، تسلم الأمر لله، تفوض الأمر لله، تجتهد واحرص على ما ينفعك واستعن بالله واستجر، دي كل دي الحاجات المتعلقة بقى بالتعامل مع الدنيا. لكن دي غير الكلام بتاع الأولياء، الأولياء بيكلم القلب، إنما اللي بره الحكاية دي بدور على عمل ومش لاقي عشان عندي بطالة، واخد بالك؟ دي مسألة بقى تانية، دي مش القبض بتاع الأولياء، ده السعي في المعايش بقى والحرص على طلب الحلال والرضا بما قدمه الله لك وإتقان الصنعة وتتعبد بإتقان الصنعة وعدم الحقد على الأغنياء، دي حاجة تانية بقى شغلانة تانية، فما تخلطش، لأن مش كل الناس بتعرف تقرا كلام الأولياء على فكرة. بيحملوه على غير معانيه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. في حاجه ثانيه؟ هنا يعني هل ممكن كلمه الخوف يساوي مثلا الخوف والبسط يساوي الرجاء والخوف يتحمل على الرجاء؟ يا سيدي الخوف ما قبل القبض. يعني الخوف من الله دي بدايه كل سالك. فاذا استبدت به الخوف دون اليأس استلم الى القبض. واضح؟ يبقى الخوف يرقيق الى القبض كما ان الرضا والرجاء يرقيق للانس. فهمت؟ وما يدنكش ما يدنسكش للايه؟ لامن مكر الله. لان ممكن الرجاء لو زاد قوي بطريقه غلط تامن مكر الله. الخوف لو ماشي في السكه المظبوطه يتقلب القبض، والقبض لو ماشي في السكه المظبوطه تاني يتركي تاني يرتقى الى التفويض. فوض الامر الى الله لان المقبوض لا اسباب لديه، فيبقى حاله حال تفويض. فهمت؟ زي الانس لما يرتقي في السكه المظبوطه يرتقي الى الشوك، والشوق يرقي إلى المحبة، والمحبة ترقي إلى الحيرة، والحيرة ترقي إلى الدهشة، والدهشة ترقي إلى الفناء، ثم الجمع، ثم جمع الجمع بعد الفرق، ثم يرد إلى ما كان عليه ولكن صار بالله بعدما كان لله. دي شغلة؟ يبقى الحكاية ماشي كده. ماشي في السكة. واخد بالك؟ والله تعالى أعلى العالم. سبحانك اللهم وبحمدك.